ولكن كالعادة ميكروفوني يتجول مع زملائنا المتواجدين، وأحيل الميكروفون إلى زميلي سالم خليفة الذي سوف يتابع معكم هذا الشوط الذي أعلنت انطلاقته قبل قليل. ما زلنا نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة سليمة لشوطنا الحادي عشر في تعداد أشواط مساء هذا اليوم، وهو شوط خاص بالإذاعة البكار المحليات الأصائل لأبناء القبائل. انطلاقة سليمة كما يتمناها الجميع. المسافة المعتادة والمقررة هي 6 كيلومترات. نسير بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الاندفاع الواضح منذ البداية على المقدمة وعلى الصدارة، وأرهني اللي على مقدمة هذا الشوط، أرى الاندفاع الواضح وأرى التسلل المشاهدين متابعينا الكرام. على صدارة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، تعود ملكيتها لفرج بن شافي المري اللي على الصدارة وعلى المقدمة، تليها اللي في المركز الثاني. نتابع ثاني المراكز وأرهني من ياسر محمد بالويع الخيالي تتدخل على ثاني المراكز. نسير مع ثالث المراكز وأرى التسلل من سلهود السعيد بن مهنا المحرمي، بينما إذا انتقلنا إلى المركز الرابع بأرى التدخل يا سلام من الغارية لجار الله بن محمد بن عقيل المري تتدخل على المركز الرابع. وفي خامس المراكز اللي في المركز الخامس بشارة في خامس المراكز صالح بن محمد بن حطم العامري في انطلاقة بشارة على المركز الخامس. نسير مع سادس المراكز وأرى التدخل، أرى التدخل في هذه اللحظات، أرى التدخل مشاهدينا من الشاهينية للسهير بن خميس بن محمد الجمري في سادس المراكز، وعلى المركز السابع أرى القدوم من شعار محمد بن علي بن سعودي الكتبي على ظهر باء. شعار محمد بن علي بن سعودي الكتبي مشاهدينا متابعينا الكرام على ظهر سرابه اللي دخل اللحظات على سادس المراكز وعلى المركز السابع. اللي في المركز السابع رهني كيف راشد بن سالم الغيلاني. نعود مشاهدينا الكرام الى المركز الثامن، ارى التدخل في هذه اللحظات، ارى التدخل مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام يا سلام يا سلام، ارى القدوم وارى التسلل، ارى التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام من مرغم لراشد بن حمد بن راشد بن حمد بن ردي الاجتبي، وعلى المركز التاسع اللي في المركز التاسع جياشه لعبيد بن محمد بن سالمين المنصوري تتدخل على المركز التاسع. وفي المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام من الجانب الاخر، من الجانب الاخر ولكن ينخطف 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 المركز العاشر في هذه اللحظة. اللي في المركز العاشر مشاهدينا الكرام شعار احمد بن عتيج الرميثي اللي دخلت على المركز العاشر في هذه اللحظات.
هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، والنضال الأول للعشر المراكز الأولى والمغادرة للوحة الثلاثة كيلومترات. انتصاف المسافة. يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي واضح، ولكن أرى هناك الغارية، أرى الغارية اللي غارت الصدارة وغارت المقدمة وانتزعت المركز الأول، ولكن مياسة العود، مياسة العود، يا سلام يا سلام يا سلام، تنتقل إلى صدارة هذا الشوط لمحمد بن علي بن سعود الاشتبي، الغارية في ثاني المراكز لجار الله بن محمد بن عقيل المري. نتابع نتابع ثالث المراكز، وأرس الهود لسعيد بن مهنا لمحرمي على المركز الثالث، بينما إذا انطلقنا إلى رابع المراكز بأرى التدخل، أرى التدخل من شعار المغامر محمد بن معتوق العامري على ظهر مياسة في المركز الرابع. وفي خامس المراكز من الجانب الآخر أرى القدوم في هذه اللحظات من مياسة لمحمد بالويع الخيلي على المركز الخامس. وفي سادس المراكز أرى جياشة لعبيد بن محمد بن سالمين المنصوري تتدخل على المركز السادس. وفي سابع المراكز الوثبة لحمد بن سيم الاجتبي، أرى القدوم أيضا، وأرى التسلل من مرغم لراشد بن حمد بن راشد بن حمد بن ردير الاجتبي تتدخل وتنتقل انتقالة ممتازة إلى المركز السابع. وفي ثامن المراكز أرى هني كيف، أرى كيف في ثامن المراكز لراشد بن سالم الغيلاني، وأرى التدخل من شعر رغش بالطبازة بالدودة العامري على ظهر مياسة تتدخل وتنتقل في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام على تاسع المراكز. في المركز العاشر مياسة وسعيد بن محمد بن زيتون المهيري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، والكوكبة ثلاثية، الكوكبة ثلاثية والصراع ثلاثي، ولكن مياسة، سلالة مياسة تفرض وجودها على المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام، مياسة 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 على الصدارة محمد بن علي بن سعود الاجتبي، ومياسة محمد بن معتوق العامري. يا سلام يا سلام يا سلام، الأداء جميل والعرض شيق، العرض شيق والاندفاع واضح، ولكن مياسة 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 من انتزعت الصدارة لمحمد بن معتوق العامري. في المركز الثاني مياسة لمحمد بن علي بن سعود الاجتبي، وأرى التدخل، أرى التدخل من شعار محمد بن سليم الاجتبي على ظهر الوثبة. في رابع المراكز من الجانب الآخر أرى هناك مياسة لمحمد بالويع الخيلي أيضا تقدم عرض ممتاز وأداء جميل حتى هذه اللحظات. وعلى خامس المراكز أرى التسلل، يا سلام كيف 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 تسللت في هذه اللحظات، وراشد بن سالم الغيلاني أرى القدوم في هذه اللحظات من مرغم لراشد بن حمد بن راشد بن حمد بن ردي الاجتبي، وأرى القدوم من مياسة لسعيد بن محمد بن زيتون المهيري. والموقف خطير على الصدارة يا جماعة، الموقف خطير، وسلالة مياس، سلالة مياس تفرض وجودها بكل قوة في هذا الشوط. وفي تلك الحالتين السلامات لأهالي مرغم، في كلتا الحالتين السلامات لهالي الهير، عفوا لهالي الهير. بالفعل الأداء جميل والعرض رائع، ولكن الله يا سلام، مرغم 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 اللي قادمه، مرغم اللي قادمه بكل قوة. راشد بن حمد بن راشد بن حمد رضي اللي تبي يعلن الهجوم، ولكن مياس اللي على الصدارة، مياس اللي صامدة، مياس اللي صامدة، مياس اللي صامدة صمود الجبال السود على المقدمة وعلى الصدارة. المياس الأخرى اللي قادمة، ومحمد بن معتوق العامري مرغم في ثالث المراكز، ولكن مياس 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 من انتزعت الصدارة، مياس من انتزعت المقدمة. وسلام سلام يا مياس، سلام يا مياس مياسة، وهذا الانتاج الرائع، هذا الانتاج الجميل. سلام يا الهير، وسلام يا الروية، سلام يا الروية، وسلام يا الهير. تهانينا للمغامر محمد بن معتوق العامري اللي وصلت المركز الثاني مياسة محمد بن علي السعودي، المركز الثالث مرغم لراشد بن حمد بن راشد بن حمد بن غدير، المركز الرابع لعبيد بن محمد بن سالم المنصوري، المركز الخامس لسعيد بن محمد بن زيتون، والمركز السادس لمحمد بن الويع الخيلي، والمركز السابع لصالح بن حمد القمره، والمركز الثامن
حمد بن سليم الاجتبي، والمركز التاسع مشاهدينا الكرام لراشد بن سالم الغيلاني، واللي وصلت احتلت المركز العاشر لخميس الجمري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى. نعود بالتوقيت الزمني واللحظات وصول مياس إلى خط النهاية. قطعات المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 26 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهنئة لمحمد بن معتوق العامري على فوز مياس بالمركز الأول، واللي وصلت واحتلت ثاني المراكز مياس لراشد بن حمد بن راشد بن غدي الاجتبي. قطعت المسافة في فترة وصلت المركز الثاني مياسة، قطعت المسافة في 9 دقائق 27 ثانية وفاء وتماما. تهانينا لمحمد بن علي بن سعود الاجتبي على فوز مياسة بالمركز الثاني، واللي وصلت في ثالث المراكز مرغم، قطعت المسافة في 9 دقائق 27 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لراشد بن حمد بن راشد بن حمد بن ردي الاجتبي. تهانينا للجميع الفائزين في هذه اللحظات. احيل الميكروفون للزميل حمد بن ضبيب الشامسي.